بعد احتجاز طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية. محمد علي الحوثي يضع شرطا للإفراج عن الطائرات المحتجزة، فما هو هذا الشرط؟ وإلى التفاصيل، ما زالت السلطات السعودية تحتجز 1124 من الحجاج اليمنيين، والذين من المقرر أن يعودوا إلى مطار صنعاء ورحلاتهم مؤكدة، ولكن السلطات السعودية قامت بمنع إقلاعها باتجاه مطار صنعاء وحولت اتجاهها إلى مطار عدن، مع أن كافة ركاب الرحلات متجهين إلى صنعاء. وأكدت وزارة الإرشاد أن الاتفاق مع وزارة الحج السعودية يقضي بإعادة الحجاج اليمنيين الذي غادروا عبر مطار صنعاء الدولي إلى نفس المطار. إلى ذلك قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد على الحوثي: طائرات اليمنية بالإمكان أن تعاود الرحلات إذا تم الضمان بعودة حجاج صنعاء إلى صنعاء. وأضاف: نقول لهم اتركوها للشعب، كل الشعب تقدم خدماتها بدون لعب وعرقلة.